ما أرتاح للعبارة اللي بعض الناس يستحسنها، يقول ذهبت إلى الكفرة فوجدت إسلاما بلا مسلمين. استحال وجهك، الإسلام توحيد الله وإخلاص العبادة له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وين وجدتها؟ هذا هو الإسلام. أهان عليك الإسلام حتى صار سيرهم في الطرقات وعدم ربهم المناديل والوساخات، هذا هو عندك هو كل شيء؟ صحيح نحن نستنكر من بعض المسلمين يعني الفوضوية والقذارة، وبعض المسلمين، ليس كل المسلمين الحمد لله، بعض، لكن يأتي بعضهم يقول أنا وجدت هنا مسلمين بلا إسلام، ووجدت هناك إسلام بلا مسلمين، هذه كلمة غير صحيحة، وإن كان مقصود صاحبها لا يريد المعنى الذي يعني الكامل، لكنه كأنه يستنكر على أهل الإسلام. لكن هذا الحقيقة خطرة عندما نجد الناس يسمعون هالكلمة وتتكرر على ألسنة العوام، والله سمعتها مرار وتكرار. وإيش اللي يخشى عليهم؟ أنهم يستحسنون هدي إيش؟ الكفرة، ويستنقصون هدي إيش؟ المسلمين، وربما يتدرج بهم الشيطان حتى يستنقصون إيش؟ هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد عن قلوبهم، لكن قد يصل بهم المقام إلى هذا. فالواجب على المسلم أن يتذكر قول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون.